صرحت وزارة الإسكان بأنه تم سحب 74 ألف كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية والتي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين اثنان لمنخفض ومتوسط الدخل، بينما قام 14500 مواطن بسداد مقدمات الحجز. وأوضحت الوزارة أن سحب كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية يتم بمكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطلوبة تروح بها الوحدات السكنية، وكذلك تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي مستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل.